السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رغدة أيمن الفرة، طالبة من كلية البثرجي، حاليا طالبة امتياز. اليوم بإذن الله حنتكلم عن الـ MRI Safety، وإيش هي طرق الـ MRI Safety، وكيف إحنا دورنا كراديوغرافر عشان نمنع أي مشاكل ممكن تكون وقت الفحص، وحتى لو صارت كيف نقدر نتعامل معاها في المستقبل إن شاء الله. أولاً، كما هو متعارف إن جهاز الرنين المغناطيسي أو الـ MRI هو الجهاز الأكثر استخداماً عالمياً. ليش؟ له ميزتين مرة مهمة. أول ميزة له إنه هو has a superior soft tissue contrast compared to the other radiological imaging modalities. فعلاً، جهاز الرنين المغناطيسي يقدر يطلع لنا أدق التفاصيل الموجودة في السوفت تيشو، سواء كانت تندون سواء كانت ليجمنت، حتى في الفيزلز ما يقدر أي جهاز تاني يطلع لنا هي. وكمان الميزة التانية له إنه هو non ionizing radiation، هو بيعتمد على الماجنت عشان يطلع لنا الصورة. هذه الميزتين تخليه هو أكثر جهاز استخداما عالميا، وحتى هو non ionizing radiation وسيف، إذا ما أحسننا استخدامه هتطلع معانا مشاكل، سواء دي المشكلة عائدة على البيشنت أو سواء دي المشكلة كانت في طريقة التصوير وفي الصورة. فعندنا أول طرق من طرق السيفتي الساينس. في كل قسم من أقسام الأشعة في ساينس، كل ساين تشير إلى دلالة معينة. أول ساين عندنا الـ MRI safe. إيش هذا الإشارة معناها؟ إنه أنت مسموح تدخل غرفة الـ MRI بدا الشيء اللي معاك. مثلا زي الكلينر يقدر ياخذ ادوات التنظيف معاه في الغرفه وينظف الغرفه بدون ما يسبب اي ضرر للجهاز، ولا حتى هو كمان ينضر. بمعنى اصح، ليش؟ لانه الادوات تقريبا اللي مع الكلينر تكون كلها مصنوعه من البلاستيك، والبلاستيك ما في اي ضرر لو كان قريب من جهاز الرنين المغناطيسي. وتاني شيء عندنا الـ MR conditional، بمعنى انه انت مسموح تدخل بدا الشيء معاك الغرفه بس تحت شروط معينة. مثلا عندنا زي الـ Implanted Material أو الـ Implanted Metals، إنه أنت تقدر تدخل لو أنت مريض، تمام، وعندك Implanted Metals، نقول أسياخ شرائح معدنية إذا كانت هي مصنوعة من أيوه صوتي مسموع دحين؟ تمام، عليك. كملي تفضلي. ايوه، فاذا كانت هي مصنوعه من مواد غير مغناطيسيه او ما تستجيب للمغناطيس، تمام، يقدر البيشنت يدخل ويكمل الفحص. اما اذا كانت فيرو ماجنتيك، مصنوعه من فيرو ماجنتيك الماتيريال من فيرو ماجنتيك، هنا ما يقدر يدخل، هنا حيكون ان سيف. ام ار اي ان سيف بمعنى انه اي شيء مصنوع من مغناطيس ما يقدر البيشنت يدخل في غرفه المغناطيس. وتاني شيء عندنا الأكيوبمنتس المستخدمة، عندنا الـ IV بامبس، عندنا الأكسجين ترانك، عندنا الويلتشير. إيش دي الأكيوبمنتس اللي يفرقها عن الموجودة في باقي المستشفى؟ إنها كلها نان فيرو ماجنتيك ماتيريالز، كلها مصنوعة من مواد ما فيها مغناطيس، وحتى لو كان فيها مغناطيس حتكون نسبتها جدا ضئيلة بحيث إنه هي ما تأثر على جهاز المغناطيس. ودحين حنتكلم عن السيفتي اللي لازم يتبعها الراديوغرافر مع البيشنت. في الأول كنا جالسين نتكلم عن السيفتي اللي هي أصلا موجودة في المستشفى، يعني الراديوغرافر ما له علاقة فيها، سواء كانت الساينس الأكيوبمنتس الراديوغرافر ما حيتعامل معاها. أما دحين السيفتي اللي حنتكلم عنها الجاية لها علاقة بالراديوغرافر. أول سيفتي عندنا الـ Attractive Forces and Charcoal and Ferromagnetic، بمعنى أول ما يجي عندنا أي بيشنت، أنت لازم عليك as a radiographer إنه أنت تشرح للمريض إيش الأشياء اللي يدخل بيها غرفة الرنين المغناطيسي وإيش الأشياء اللي ما يدخل فيها. حتى لو في ساينس موجودة في كل مكان، بس برضو مو كل المرضى حيطالعوا في الساينس، مو كل المرضى حينتبهوا للكوتيشنز الموجودة في كل مكان. أنت لازم تشرح له، تقول له دي الأشياء تحطها هنا في الغرفة قبل ما تدخل غرفة الرنين المغناطيسي، سواء كانت كوينز، سواء كانت هيربنز، سواء كانت اكسجين تانك،
اي شيء، حتى لو كان في ميك اب، لو كانت المريضة في مال وحاطة ميك اب برضو لازم تشيله. ما نضمن ايش يكون الماتيريالز المتكونة منها. ودحين حنتكلم عن الامبلانتد ميتلز. الميتلز هي 3 انواع، يا اما تكون فيرو ماجنتيك او دايا ماجنتيك او بارا ماجنتيك. الفيرو ماجنتيك هي اخطر نوع ممكن يدخل غرفة الرنين المغناطيسي، لانه بمجرد ما يتعرض للمغناطيس حينجذب له على طول وبسرعة جدا سريعة. الدايا ماجنتيك اوكي حينجذب، بمجرد ما يتعرض للمغناطيس حينجذب، بس حينجذب في الاتجاه المعاكس بقوة طبعا أقل من الفيرومغناطيك. والبارامغناطيك حيستجيب للمجال المغناطيسي بس ببطء جدا بسيط، يعني بشيء لا يذكر، يعني ممكن يتأثر بس بشيء جدا قليل. فعندنا دحين مجموعة من الامبلانتد ديفايسز. قبل ما أدخل عن الامبلانتد ديفايسز حقول شيء معين، شيء واحد اللي هو لو جانا دحين ريكوست لبيشنت إنه هو في امبلانتد ماتيريالز، تمام، سواء كانت ديفايسز او ما كانت ديفايسز، لازم اول شيء نتاكد من نوع الماتيريال اللي موجوده في جسم الانسان. يعني مثلا لو جانا مريض مركب اسياخ، شرايح معدنيه، مركب حتى لو مفصل صناعي، لازم نتاكد من نوع المفصل اللي البيشنت مركبه، إذا كان ماجنتيك ولا مو ماجنتيك، إذا كان فيرو ماجنتيك أو نان فيرو ماجنتيك. إذا كان فيرو ماجنتيك طبعا مستحيل، بس في الوقت الحالي صاروا يستخدموا التايتانيوم. التايتانيوم هو نوع من البارا ماجنتيك. هذا النوع وزي ما قلت من قبل إن هو ما يستجيب للمجال المغناطيسي وحتى استجابته جدا ضئيلة، فعشان كده ما له سايد افكت وعادي. فلو جانا بيشنت مركب أسياخ، شرايح معدنية مصنوعة من التيتانيوم، عادي نقدر نسوي له الفحص بشرط واحد، إنه يكون عدى على العملية حقته 3 شهور. بعد ال3 شهور نقدر نسوي له هي. هذا أول شيء. أما لو جانا بيشنت مركب ديفايسز، هنا في عندنا حتكون مشكلة واحدة، إنه إحنا ما ينفع نسوي الفحص لبيشنت مركب ديفايسز إلا في حالتين. إذا اتواصلنا مع الشركة المصنعة وتأكدنا إذا هي كانت فيرومغناطيك أو نان فيرومغناطيك، في دي الحالة ممكن نقدر نسويها. أو إذا كانت على ضمانة الدكتور اللي مسوي العملية، الدكتور المعالج، إذا هو قال اتفضلوا سووا، أنتوا حتسووها على ضمانتي أنا، هو المسؤول عنها، تمام. إذا كان الدكتور مو مسؤول، إذا كان الدكتور مو متواجد، إذا ما كنا عارفين إيش الشركة المصنعة، في دي الحالتين ما حنقدر نسوي الفحص، ويفضل ما نسويه، لأنه لو صار أي مشكلة للمريض حتكون أنت السبب فيها. هذه الحالتين أهم شيء. فعندنا الموست كومن امبلانتد ديفايسز الديب برين نيورو ستيميوليتر، عندنا الجاستريك ستيميوليتر، عندنا الفوت دروب ستيميوليتر، عندنا الكهلر، وعندنا كمان البيس ميكر، وعندنا الانسولين بامب. ودي كمان صور مكبرة برضو نفس الشيء، ده عندنا الديب برين، وهنا عندنا بيس ميكر، وهنا كمان في الصورة دي الكوهلر للناس اللي تعاني من مشاكل في السمع، ودي عندنا الفوت دروب برضو، وهنا عندنا الأنسولين انستيميوليتر كمان. وعندنا دحين حنتكلم على الـ MRI during pregnancy. فإذا جاتنا دحين امرأة حامل، تمام، ما حنس يعني دورنا احنا كراديوغرافر مو بس نصور، دورنا احنا مو بس تصوير، لازم نحافظ على سلامة المرضى قبل كل شيء. فإذا ما كانت المريضة تحتاج داء الفحص لمعلومات جدا مهمة، ما هم قادرين يحصلوا دي المعلومات من جهاز الألتراساوند، يعني دورك انت كراديوغرافر انه ما حتقدر تمنع، بس اقلها تقدر تتواصل مع الدكتور انه لا، يفضل ان احنا ما نسوي لها. زي ما احنا عارفين انه المرأة الحامل حتتعرض لمغناطيس، وكل مجال مغناطيسي فيه حيصير فيه حرارة، حتتولد حرارة في جسم الإنسان، بالتالي حتتولد حرارة في جسمه، حتوصل دي الحرارة للجنين. صحيح أثبتت الدراسات إنه ما في أي خطر، ما في أي دراسة أثبتت إنه في خطر دحين، ما في،
بس حتى لو من الأمانة العلمية إنه إحنا ما نسوي لها إلا في حالات الضرورة القصوى. ودائما نصيحة، خلوا بينكم وبين الدكاترة تواصل، خلوا بينكم وبين الدكاترة نقاش، وفي دكاترة كتير يتقبلوا. يعني أنا أكثر من مرة كنت أشوف لما الراديوغرافر ما يعجبه شيء أو يكون عنده استعراض على شيء أو في شيء حاسس إنه هو غلط، يتصل على الدكتور يتفاهم معاه، يا دكتور كذا كذا، الدكاترة يتفاهموا، إحنا كلنا في مجال واحد لازم نتناقش. لو في شيء مو ضروري يفضل إن إحنا ما نسويه، أما لو كان ضروري ومحتاجين فحنسويه. وعندنا النوع اللي قبل الأخير الكونتراست ايجنت. طبعا إذا جانا بيشنت ومطلوب في الريكوست له كونتراست، لازم نتأكد من حاجتين مهمة. هل البيشنت عنده حساسية من الجادولينيوم ولا لا؟ في حالة إنه عنده حساسية ما حنقدر نسوي له الفحص. في حالة إنه ما عنده حساسية لازم يسوي فحص الكرياتينين. فحص الكرياتينين زي ما إحنا شايفين تقريبا الرينج من 0.5 ل 1 تقريبا الرينج. فلو كان عنده فحص الكرياتينين في النورمال وما عنده حساسية، أفضل شيء قبل ما نبدأ الفحص نوقعه على كونسنت إنه أي رياكشنز حتصير معاه بعدين إحنا برينا ذمتنا منها، ما لنا علاقة فيها، خلاص هو المسؤول تماما. أهم شيء أنت كراديوغرافر ما تكون مسؤول عن أي شيء بعدين، ما يكون عليك أي غلط. أوكي أنت تحافظ، أنت تهتم في السيفتي، أنت تهتم في كل شيء، بس إنه ما يصير أي مشكلة بعدين ويقولوا إنه أنت السبب. فبعد ما نخلص الكونسبت عادي نقدر ندخل المريض ونسوي له الفحص. وإذا كانت البيشنت بريجننت، هنا يفضل إنه إحنا ما نسوي لها الكونتراست، بس طبعا إذا حالتها حرجة خلاص مضطرين نسويها. دائما في الحالات الحرجة في استثناءات. والموست كومن اكيوت رياكشنز، طبعا لازم دي الرياكشنز احنا نشرحها لي سوري هل لازم دي رياكشنز احنا نشرحها للمريض قبل ما يبدأ الفحص، عشان في بعض المرضى يوسوسوا انه يصير معاهم رياكشنز. ممكن يصير معاهم بعدين نيوزا، فوميتنج، هيديك، ميتاليك تيست، انجكشن سايد ديسكونفيرم، عندنا وارمث، هذه كلها اشياء طبيعية يعني ما فيها اي خطر. وعندنا الكرونيك رياكشن، النيفروجينيك سيستم فيبروسيس، هذا بس بيحدث للناس اللي عندهم مشاكل في الكلى، فعشان كذا ضروري لازم نسوي فحص الكرياتينين، عشان لو طلع فحص الكرياتينين اعلى من النورمال حيصير معاه الكرونيك رياكشنز، واحنا ما نبي نضر للناس، احنا نبي نعالجهم ما نبي نضرهم. واخر شيء عندنا الكلستروفوبيا ديورينج الام ار اي. عندنا نوعين من الناس بشكل عام. النوع الأول ناس أصلا عندهم فوبيا من الأماكن المغلقة، ودول الناس حلهم الوحيد السيديشن أو أنستيزيو بس. والنوع الثاني بيشنت ما عندهم مشاكل، ما عندهم خوف من الأماكن المغلقة، بس بمجرد كونك راديوغرافر عملته بطريقة سيئة، ما شرحت له الفحص، ما علمته كل حاجة، خليته يدخل الغرفة بدون ما هو يدري عن أي حاجة، حتى ما قلت له انه في اصوات مزعجه، ما حذرته من اي حاجه، طبيعي حيخاف، طبيعي حيقلق، طبيعي حيتوتر، وبالتالي ما حيكمل الفحص، وبالتالي حتضطر انه هو ياخذ موعد تاني، وحيكون في سيديشن، حترجع تسوي له هي مره تانيه. ليش؟ زي ما قلت ارجع واقولها مره تانيه، الافكتيف كوميونيكيشن في الام ار اي مهم جدا جدا جدا. حتى لو انت حتجلس تكرر المعلومه طول اليوم مو مشكله، دورك مو بس تصور، دورك تشرح للناس، دورك تفهم الناس، دورك تطمنهم إنه ما في أي ضرر، ما في أي خوف. كثير الناس يجوا ويقولوا إحنا داخلين قبر، هو مو قبر، هو مجرد جهاز، مجرد فحص طبيعي، بس لازم تطمن الناس. وبس والله شكرا لاستماعكم، وأنا خلاص خلصت، وحقيقي مرة مبسوطة على الفرصة الجميلة هذه، وأشكر جميع المستمعين، مرة شكرا.